وعن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني. ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال قال مثل الفتيلة الفتيلة. الله أكبر، هذا يعني حديث عظيم يبين بأن الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج، السراج الآن أو فتيلة السراج الآن تحرق، يعني لما تضيء هي سببها ماذا؟ النار، فهي تحرق نفسها، تضيء للآخرين على حساب نفسك. الآن الشمعة، الشمعة الآن هي تذوب شيئا فشيئا، تحرق نفسها لأجل الإضاءة للآخرين حتى يستنير الآخرون ويرون الدرب. فكذلك الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل بهذا الخير وينسى نفسه مثل هذه الفتيلة ومثل هذه الشمعة، يحرق نفسه لأجل الآخرين فيستفيد الناس منه وهو لا يفيد ويعلم نفسه. نسأل الله العافية والسلامة.